فولات ميتابوليزم البايوكيمستري فولات او فوليك اسيد از ووتر سوليبل فيتامين. ووتر سوليبل فيتامين از ذا كيميكال نيم اوف بترويل جلوتاميك اسيد. هو الفوليت فوليك اسيد does not exist as بترويل جلوتاميك اسيد in nature but exist in folate as folate in polyglutamate form conjugated folates. ممكن قاعد كده for this metabolic action as a coenzyme polyglutamate must be reduced. لازم يتم اختزال البوليغلوتامات ده اللي داي هايدرو أو تترا هايدرو فولات فورمز. تترا هايدرو فولات فورمز. طيب من وين بيجي الفولات؟ طبعا احنا قلنا فيتامين بي 12 بيجي فقط من الحيوانات من الانيمالز اونلي من الانيمالز. لهذا السبب اللي النباتيين الناس اللي ما ياكلوا المنتجات الحيوانية النباتيين الفيجيتيريان الفيجيتيريان بيجيهم قلب بلاستيك انيميا بسبب فيتامين بي 12 ديفيشنسي. اما الفولات ده موجود في animals او plants موجود في حتت كتيرة وفي البكتيريا وفي التشوز. These main dietary resources are fresh green leafy vegetables الخضروات الخضراء الفروتس فواكه والليفر والكدني and to a lesser extent المصل الميتس والسيريالس والميلك. دي كلها فيها بس عكسي انه ايش الفيتامين بي 12 only في المنتجات الحيوانية ابدا ما يجي للفيجيتيريان. الفيجيتيريان النباتيين يكون عندهم دائما نقص. Folate is labeled and is largely destroyed by cooking and canning. الفولات ممكن تكسر لو بالطبخ فيتامين سي بتكسر وبالحفظ. Humans are mainly dependent upon diet for its supply. وبيجي من الغذاء. The average diet requirement is 100 to 200 microgram. محتاج لكمية قليلة منه absorption امتصاصه. وين يمتصه؟ يمتصه في الاثنى عشر وفي الأبر جوجينوم. And to lesser extent from the lower jejunum and ilia. ده امتصاص الفولات. Tish stores وين يخزن؟ في كرة الدم الحمراء وفي الكبد. Are the main storage sites of folate. Largely as mesyl tetrahydrofolate polyglutamates form. ده الشكل اللي بيحفظوه فيه شكل التتراهايدروفولات. Polyglutamate form. The total body stores of folate are about 10 to 20 milligram enough for about 4 months. الجسم بيخزن من 10 إلى 12 ملغرام دي بتكون كافية لمدة 4 شهور for 4 months. Normally folate is lost from the sweat, saliva, urine and feces. عادة الفولات يفقد عن طريق العرق والصلايب البلغم والبول وعن طريق البراز. الفانكشن الوظيفة بتاعته فوليت act as a coenzyme for two important biochemical reaction. الفوليت دي استعمل عامل مساعد involving transfer of methyl and formyl groups to various other compounds اللي هم enzyme diet sensitized reaction والهوموسيستين ميسيونين reaction. بيستعملوه في كعامل مساعد في اثنين من التفاعلات الكيميائية. طيب البيوكيميكال بيزيس اوف ميكالوبلاستيك انيميا. طيب ايش اللي يحصل في البيوكيميكال بيز بتاعت الميكالوبلاستيك انيميا؟ The basic biochemical abnormalities common to both vitamin B12 and folate deficiency is a block in the pathway of DNA synthesis. يعني المشكلة الأساسية في الميغالوبلاستيك انيميا اذا الميغالوبلاستيك انيميا طبعا بيكون بسبب نقص فيتامين بي 12 والفوليت بسبب انه في مشكله في تصنيع الدي ان اي. هوموسيستين ميسيونين رياكشن از كونفرتد انتو ميسيونين. الهوموسيستين كونفرتد انتو ميسيونين باي ترانسفير اوف ميثايل جروب فروم تترا هيدروفوليت. والتفاعل دي عشان يتحول يحتاج لفيتامين بي 12. الديفيشنسي لو كان فيتامين بي 12 ناقص تراب الفوليت as it is transport form methyl tetrahydrofolate thereby resulting in reduced formation of active form. ما يخلي يتم تصنيع الفوليت أو form والميثيلين tetrahydrofolate needed for DNA synthesis. فيبقى الفوليت بيعتمد على فيتامين بي 12. عندي رياكشن تاني هو الزايمي
ديليت سنسيتيز رياكشن او ذيس رياكشن انفولف سنسيزيس فروم دي يو ام بي داي ايودو ثايرو مسولين ذا ميثايل جروب اوف دي يو ام بي تحول ل دي دي ام بي رياكشن سبلايد باي كوينزايم ميثيلين تترا هيدرو فوليت. في الرياكشن دي الميثيلين تترا هيدروفوليت يتحول لداي هيدروفوليت which must be reduced to active tetrahydrofolate by the enzyme dihydrofolate reductase. لازم يتحول ده للجزء النشط tetrahydrofolate. Drugs بعض الأدوية زي الميثوتريكسات بعض الأدوية زي الميثوتريكسات والبيراميثامين are inhibitory to dihydrofolate reductase. الأدوية دي لو الإنسان بياخدها تثبط الإنزيم ده وما يخليه يدينا فوليت. هي الأدوية دي هي إيش الميثوتريكسات والبيراميثامين زي باي inhibiting DNA synthesis وبكده تثبط تصنيع DNA. إيتيولوجي الإمراضية بتاعته. طيب نتكلم عن فيتامين بي 12 deficiency. In Western countries, deficiency of vitamin B12 is more commonly due to pernicious anemia أو Addisonian anemia. الأنيميا الخبيثة في الدول النامية بيكون فيتامين B12 النقص بتاعه بسبب الأنيميا pernicious anemia الأنيميا الخبيثة أو Atrovegetarian يعني الناس اللي ما تأكل حاجات الأشياء الحيوانيات حيوانية أبدا أو بسبب إنه أحد عامل له شاري له المعدة gastrectomy أشيله المعدة وبكده الانترنسيك فاكتر اللي بيحمل فيتامين بي 12 ما يحصله أو إنه إذا المعدة ما فيها مشكلة لكن الجزء التيرمينال إليوم اللي بيحصل فيه الامتصاص بتاع الفيتامين بي 12 يكون فيه كمان ليجون may cause deficiency of this vitamin. الفوليت deficiency أكثر ليه نقص الفوليت deficiency more often due to poor dietary intake ما يأخذ الواحد في الأكل. السبب الثاني المار absorption سوء التغذية أو إنه يا يعني إنه الواحد ما أكل فوليت كويس يا في سوء في التغذية يا في الحوامل لأنه بكون عند الأم تصنع كثير من الدم أو فيريس ديزيز ستيتس والكرونيك الكحوليزم الناس الكحول أول حاجة مشكلتهم إنهم ما بيأكل كويس ومشكلتهم إنهم بيتبولوا كثير فبطلع الفوليت. Combined deficiency of vitamin B12 and folate may occur from severe deficiency of vitamin B12. ممكن نلقى في النقص الاثنين B12 والفوليت وممكن كل السبب يكون بسبب severe deficiency نقص بتاع فيتامين B12 لأن الفوليت بيعتمد على فيتامين B12 لأن الفيتامين B12 ده بيأثر لو هو نقص شديد بينقص كمان الفوليت معه. In addition to deficiency of vitamin B12 and folate بالإضافة للنقص الاثنين ديلا ميجالوبلاستيك أنيميا ما يكون جلي بي induced by other factors related to vitamin deficiency. طبعا احنا بنقول ماكروسيت ميجالوبلاستيك أنيميا هي دي من الأسباب أكثر الأسباب عندنا الفيتامين B12 والفوليت لكن في أسباب تانية ممكن تأدينا لميجالوبلاستيك أنيميا زي اللي هي مثلا قال لك acquired defective hematopoietic stem cells are rarely congenital enzyme deficiency بسبب مشاكل في الانزيمات وبسبب acquired defect في الهيماتوبويتيك stem cells. طيب الكلينيكال فيتشر ايش يكون عندهم الناس اللي عندهم ميجالوبلاستيك انيميا؟ اول حاجه يكون عندهم ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا is a cardinal feature of deficiency of vitamin B12 and or folate. يكون حجم الكرية الحمراء يكون كبير. ونسيت أنيميا is usually insidious and gradually progressive تحدث فجأة gradually progress تدريجية يعني هي تحدث تدريجيا وتزيد تدريجيا. Colocytitis typically the patient has a smooth beefy and red tongue اللسان بتاعه بيكون أحمر وأملس. طيب أكبر مشكلة بتواجهنا هنا neurological manifestation اللي عندهم فيتامين B12 deficiency
associated with significant neurological manifestation in the form of subacute combined degeneration of spinal cord and peripheral neuropathy. شيء خطير يعني بيسبب لنا مشاكل في الأعصاب. ده في تنبيه 12 النقص حقه سبب لنا neurological manifestation في شكل شنو subacute combined degeneration of spinal cord. spinal cord الحبل السوكي كده يتآكل و peripheral neuropathy يكون في ضعف في الأعصاب الطرفية. إيش يحس الإنسان ويأثر على البصيرة الكولمن كمان يأسي يأس يدي لنمنس نمنس خضر وبراسيزيا تنميل ويكنس ضعف أتاكسي اهتزاز في الجسم بور فينجر كوردينيشن ما يقدر الواحد يكون متوازن وديمينيشت الريفلكسس. فدي من الأشياء والنيورولوجيكال سيمتومز اللي بتحصل في الفيتامين بي 12 أكتر حاجة تحصل ممكن تكون غير مرتجعة حتى لو الواحد بعد كده عطوه فيتامين بي 12. في أشياء تانية تحصل اللي هي المايل جونديس يكون في صفار شوية أنجولار ستوماتايتيز تغرحات في زاوية الفم بيربيورا بقع حمراء ميلانين بيجمنتيشن سمتم في مال ابزوربشن علامات بتاع سوء امتصاص ويت لوس فقدان وزن وأنوركسيا غصيان يعني. دي صورة الأساس بريفرال. طبعا احنا في المختبر لازم نعمل ايش بريفرال بلاد سمير عشان نشوف كريات الدم الحمراء كيف شكلها وتاني ممكن ياخدوا خزعة من نخاع العظم اللي هي اسمها بوم مارو اسبيريت سمير خزعة من نخاع العظم بون مارو اسبيريت. جنرال لابراتوري فايندينج الهيموجلوبين ايش بلقى فولين هيموجلوبين كونسنتريشن بلقى الهيموجلوبين منخفض ريد بلاد سيل مورفولوجي ان بلاد فيلم شو كاركترستيك ماكروسايتوزيس كبيره ماكرو اوفال وسايتس تكون شكلها اوفال مش بايكون كيف بيزوفيليك ستيبلينج انا كوجل نورم بلاست ما بي سين بيزوفيليك البيزوفيلز تكون مقسمه صغيره صغيره فبقول عليها بيزوفيليك ستيبلينج. ريتيكولوسايت كاونت از جنرال لو تو نورمال كريات الدم الحمراء الغير ناضجه تكون منخفضه الى طبيعيه. الريد سيلز بلقى عندهم ايش الام سي في اليفيتد والام سي اتش اليفيتد لكن الام سي اتش بلقاه نورمال او ريدوست. فدي من الحاجات المهمه لان هي ماكروسيتيك فبلقى الام سي في والام سي اتش عاليين بس الام سي اتش سي بلقاه نورمال او ريدوست. تاني في من المشاكل اللي بتعمل الميجالوبلاستيك انيميا ممكن تلقى بانسايتوبينيا. يعني ايش بانسايتوبينيا؟ حتى كريات الدم البيضاء ممكن تلقاها منخفضه بريزنس اوف تراستريستيك هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. ايوه من صفات الميجالوبلاستيك انيميا لما تشوف كريات الدم البيضاء تيجي تشوف النيوتروفيل بتلقاه هايبر سيجمنتد مقسمه بزياده having more than 5 nuclear loops النواه بتاعتها دي مقسمه لخمسه فصوص. ان ذا بلاد فيلم شود ريز سسبشن اوف ميجالوبلاستيك انيميا لو لقيت ان نيوتروفيل مقسمه زي كده ده سجست ان نوع من الانيميا هايبر سيجمنتد نيوتروفيل في حاله ميجالوبلاستيك انيميا. زي ما قلنا احنا ممكن الميجالوبلاستيك انيميا تعملي بانسايتوبينيا وايت بلاد سيلز تكون لو والبليتليتس كمان ممكن تكون لو ميبي مادر ريدوس ان سيفيرلي انيميك بيشن بيزار فورم اوف بليتليتس ميبي سين ممكن القى شكل بتاع بيزار. significant finding of marrow examination are المرو is hypercellular with decreased myeloid erythroid ratio بيكون البون مرو بيكون hypercellular لأنه بيكون شغال بشدة لأنه في ضعف في الدم. الإريثرويد هايبربليجيا is due to characteristic megaloblastic erythropoiesis لأنه في اجتهاد يصنع دم. megaloblast are abnormal تكون الميجالوبلاست ما طبيعية كبيرة ونيوكليات الريثروسايت بريكيرسر عندها نيوكليار سيتوبلازميك اسنكروني the nucleus less mature والسيتوبلازم بيكون هو الماتيور بيكون أكبر. جيانت فورم اوف ميتا مايلوسايتس اند بان سيلز مي بي بريزنت ان ذا مارو نلقى اشكال كبيره من الميتا مايلوسايتس والبان سيلز. ميجا كاريوسايت ار يوجوال بريزنت ان نورمال نمبر اند ميجا كاريوسايتس بات مي كونج اللي بي ديكريزد اند شو اب نورمال مورفولوجي ممكن تكون منخفضه او شكلها قريب. البيوكيميكال فايندينجز ذير از رايز ان سيرم انكونجيجيتد بيلروبين ال دي اتش از ريزلت اوف ان افكتيف اريثروبويسيس كوزينج مارو سيل بريك داون. طبعا كريات الدم الحمراء دي
يعني مشط الطحال او مشكلة شكلها مش طبيعي، ممكن تتكسر وتؤدي الى السيرم انكونجكتد بيليروبين بيكون عالي، والال دي اتش ممكن يكون عالي، والحديد والفريتين ما تكسر كرة الدم الحمراء ممكن تكون نورمال او يكون اليفيتد. طيب اذا قمنا عملنا قياس لفيتامين بي 12 والفوليت، عايزين نشوف النورمال ريج فيتامين بي 12 اصلا طبيعيا المفروض يكون 200 280 ل 1000 جرام بالام ال. لو لقيت الفاليو بتاعته اقل من 100 معناه هو ديفيشنت. طيب سيرم فيتامين بي 12 اي سي، طيب لو انا عايز اعرف فيتامين بي 12 ده موجود بس ما بيحصل امتصاص ولا المشكله وين، يعني مشكلته في شنو، اقوم اجيب بعمل ما يسمى بالشيلينج تيست. الشيلينج تيست زي الشيلين شيلينج تيست اللي هو ده بجمعه بول بتاع 24 ساعه 24 اور يورينري اكسكريشن تيست، بول لمده 24 ساعه. الشيلينج تيست دان تو ديتكت فيتامين بي 12 ديفيشنسي از ويل از تو ديستينجويش اند ديتكت لاك اوف انترنسيك فاكتور مال ابزوربشن سندروم. طبعا الشيلينج تيست عايزين يجمعوا البول عشان نشوف فيتامين بي اللي بيطلع في نفس الوقت، يشوفوا مثلا يدي الواحد كمية من الفيتامين بي 12 ويشوفوا اللي انه في مشكلة في الانترنسيك فاكتور ما قدروا يمسكوا، ولا في مشكلة في مشكلة مال ابزوربشن. فيتامين بي 12 اللي بيديه له ده يكون مشع نووي راديو ايسوتوب يوزد فور ليبلينج بي 12، يدو بي 12 ومشع عشان يقدروا يتبعوه. Stage 1 without intrinsic factor the patient is administered oral dose of 1 gram microgram of radioactive labeled vitamin B12. طيب احطوه 1 ملي جرام من المشع فيتامين بي 12 at the time 1 ملي جرام of unlabeled vitamin B12 is given by intramuscular route to saturate the serum as well as the tissue binding sites. يحطوه 1 ملي جرام من الفيتامين بي 12 عشان يشبعوا بيه، لانه ممكن يكون هو اللي بياخده كله ما لقى شيء في البول لانه كله مشى المخازن. انا بشبع الجسم بدي انت بالاي ام بدي فيتامين بي 12 عشان تساتوريت السيرم از ويل از تشو بايندينج سايت، وبعد كده اقوم اشوف ادي بالفم بي 12 المشع واجمع اشوف كيف النورمال انديفيدوال للناس الطبيعيين 24 اور يورين اكسكريشن از مور ذان 10% اوف ذا اورال دوز اوف بي 12، يكون اكثر من 10% من الجرعه اللي اخذها في الفم. بيشن ويز انترنسيك فاكتور ديفيشنسي اكسكريت لور كوانتيتي اوف بي 12، لو عندهم مشكله في الانترنسيك فاكتور ما حيحمل فيتامين بي 12 وبالتالي حيكون ناقص. ستيج 2 ويز انترنسيك فاكتور اف ذا 24 اور يورين اكسكريشن بي 12 از لو، حصلت بي 12 24 ساعة منخفض لما جمعت البول. The test is repeated with addition of high oral dose of intrinsic factor. أقوم أدي فيتامين بي 12 مشيع مع intrinsic factor. If the 24 hour urine excretion of بي 12 is normal now normal، لو بقي طبيعي معناها المشكلة كانت إن intrinsic factor فيه deficiency، وإذا كان في intrinsic factor فيه deficiency معناها طوال فكر في الأنيميا الخبيثة اللي هي البرنيشيوس أنيميا. أما لو استيل لقيت في abnormal 24 hour urine excretion معناها المشكلة مال intrinsic factor، معناها في مال absorption سوء امتصاص intestinal مال absorption of vitamin B12. serum enzyme level a serum determination of mesyl malonic acid and homocysteine both are elevated in cobalamin deficiency، الاثنين دينا بيكونوا مرتفعين في حالة نقص الكوبالامين. While in folate deficiency there is only elevation of homocysteine and not of مثال مالونيك أسيد، يكون فقط الهوموسيستين هو الناقص. التست for folate deficiency الفولات هو بيكون 6 to 18 نانوغرام بر ام ال، value of 4 نانوغرام بر ام ال or less are generally considered to be diagnostic of folate deficiency، لو لقيته أقل من كده. سيرم فوليت اسي ريد سيل فوليت اسي ريد سيل كونتين 20 تو 50 تايمز مور فوليت ذان ذا سيرم، كرة الدم الحمراء فيها أكثر فوليت. ذس ريد سيل فوليت اسي از مور ريلابل انديكيتور اوف تيشو ستورز اوف فوليت ذان سيرم فوليت اسي، يعني ما بمشي ما في حاجة اسمها امشي احلل الفوليت من السيرم، لا من كرة الدم الحمراء. طيب تريتمنت
ايش بعطيهم فور ذا ديفيشنسي؟ بديهم كوبالامين زي انترا ماسكولار انجكشن فور 3 ويكس ان اورال فوليك اسيد 5 ملي جرام تابلت ديلي فور 4 مانس. كوبالامين اللي هو بي 12 بلاد ترانسفيوجن شود بي افويد سينس ات مي كوز سيركيولاتوري اوفرلود. لو ما بنقول دم لانه عاده بيزيد سيركيولاتوري اوفرلود. باك سيلز مي هاويفر بي انفيوز سلولي، ممكن لو احتاج تعطيها بكي يبطء. المرو بيجينز تو كونفيرت باك تو نورمال مورفولوجي ويزن فيو اورز اوف انيشيتنج التريتمنت. المفروض بعد ساعات من بدايه العلاج يبدا الجسم يكون كريات دم حمراء طبيعيه نورمو بلاست ويزن 48 اور اوف ستارت اوف تريتمنت. بعد 48 ساعه يبدا الجسم يبدا يكون كريات دم حمراء طبيعيه. ريتيكولوسايتوزيس ابير ويزن 4 تو 5 دايز افتر ثيرابي از ستارتد اند بيك ات 7 دايز. وبعد 4 إلى 5 يوم الريتيك ريتيكولوسايت كرة الدم الحمراء بتظهر، وأكثر شيء تظهر بعد أسبوع. The peripheral neuropathy may show some improvement but subacute combined degeneration of the spinal cord is irreversible. للأسف ال peripheral neuropathy ممكن يشفى قليلا، ولكن ال subacute degeneration اللي هو التآكل اللي حصل في النخاع الشوكي ما غير مرتد. المشاكل العصبية اللي حصلت بي 12 حتى لو خدت انجكشن ما تتحسن. طيب برنيشس انيميا، الانيميا الخبيثه، ودي كونديشن ان ويتش انترنسيك فاكتور سيكريشن سيز اوينج تو اتروفي اوف جاستريك ميكوزا. في مشكله في جدار المعده وما يطلع انترنسيك فاكتور، والانترنسيك فاكتور بكده ما يقدر يحمل فيتامين بي 12. باسوجينيسيس، ايش المشكله؟ المشكله انه في اجسام مضاده للبريتل سيلز بتاعت الاستومك، ودي اوتوميون رياكشن. اوتوميون رياكشن تفاعل مناعي ضد الجاستريك بريتل سيل سبورتد باي the incidence of pernicious anemia is high in patient. لقوا انه حدوث البرنيشس انيميا والانيميا الخبيثه اكثر في الناس اللي عندهم جريف ديزيز، اللي هو جريفز ديزيز ده هايبر ثايروتيزم بيحصل مع ناس الغده الدرقيه مكسوديما برضو دي هايبو سيروتيزم انخفاض وظائف الغدة الدرقية، وسيروتايتس التهاب الغدة الدرقية، وفيتلايجو اللي هم دين الناس عندهم زي برص، ديابيتس السكر، والإيديوباسيك أدرينوكورتيكال إنسفيشنسي من عندهم نقص في وظائف الغدة الكظرية من الأدرينال. بيشن ويز برنيشس أنيميا هاب أبنورمال سيركوليتنج أوتو أنتيباديز. لما بجي بشوفه بلقى فيه اجسام مضاده زي الانتي بريتال سيلز وانتي بودي، 90% منهم بلقى اجسام مضاده للبريتال سيلز بتاعت المعده، وانتي انترنسيك فاكتور انتي بودي واجسام مضاده للانترنسيك فاكتور في 50% منهم. فايش نقوم نعطيهم؟ كورتيكوستيرويد كورتيزون بين ريبورتد تو بي بنفيشال كيورينج ذا ديزيز بوث باثولوجيكالي اند كلينيكالي امراضيا وعلاجيا. The most characteristic pathological finding for pernicious anemia is gastric atrophy. أكثر شيء في pernicious anemia لو أخذت عينة بالمنظار بلقى فيه gastric atrophy. الgastric epithelium show epithelial atypia. About 2 to 3% of pernicious anemia develop carcinoma. ممكن بعد فيما بعد يحصل لهم سرطان المعدة. Other pathological changes are secondary to vitamin B12 deficiency and include ميغالوبلاستويد التريشن النيورولوجيكال ابنورماليتيز. بعض الاشياء الامراضيه بالنسبه لفيتامين بي 12 ديفيشنسي دي انكلود الميغالوبلاستويد التريشن والنيورولوجيكال ابنورماليتيز. طيب الكلينيكال الدياجنوستيك كرايتيريا كيف نعرفه؟ الميجر كرايتيريا لو حللت فيتامين بي 12 بلقاه منخفض. ميغالوبلاستيك انيميا ان بون مارو اكزامينيشن ويتش شود نوت بي ديو تو فوليت ديفيشنسي. بلقى في لو اخذت عينه من نخاع العظم بلقى في ميغالوبلاستوسيتيك، وثاني بوزيتيف تيست فور انترنسيك فاكتور انتي بودي. الماينر لابوراتوري كرايتيريا العلامات البسيطه ماكروسايتوزيس بريفرال بلاد فيلم. في البريفرال بلاد فيلم اخذت مسحه كده دي من عينه بتاع الدم. انيميا فيريبل ديجري بيكون انيميا في مختلف المراحل. هايبر جاسترينيميا كاسترين كتير. بوزيتيف جاستريك بريتل سيل انتي بودي اجسام مضاده للبريتل سيلز
ما تنتج انترنسك فاكتور. ريز بلازما هوموستين ليفل علامة من علامات المجالوبلاستيك انيميا، الهوموستين ليفل اللي عالي، والجاستريك بي اتش لقاها فوق لي الستة سكس. واحدة تانية من ماينر كلينيكال كرايتيريا النيورولوجيكال فيتشرز اللي هي قلنا باراسيزيا خضر والنمنس والاتاكسيا، وبلقى عندهم هايبوثايروتيزم انخفاض في وظائف الغدة وفم الهيستير وفنيشس انيميا او هايبوثايروتيزم والفيتلايج والبرص والريفرس ستاندرد تيست اللي هو بعمل الشيلينج تيست ديا اللي قلناه اول. تريتمنت كيف نعالجه؟ طبعا فيتامين بي 12 ما تقدر تعطيه بالفم، لازم تعطيه بالحقن برا انترال فيتامين بي 12 ريبليسمنت ثيرابي فولو اب اوف ايرلي ديتكشن اوف كانسر اوف ذا استومك، تاكد انه ما يحصل سرطان.